نروح الى تليجرام ووصلت رساله ايضا مهمه نتمنى انه يعني يتم متابعتها من قبل الجهات المعنيه. احنا اهل الرمادي بالانبار مصرف الرافدين ما ينطي رواتب للموظفين والمدراء، يصرفون الرواتب من المكاتب، ينطوهم الرواتب بالدولار ويرجعون يصرفوها عراقي، والخساره كلها يقطعوها من رواتب الموظفين، كل موظف ينقطع من راتبه من 20,000 الى 90، واكثر يقطعونها من الموظفين صارت 3 اشهر، يعني صار اتفاق بين المصرف ومحلات الصيرفه بموافقه الحكومه المحليه، والمصارف مامنه بدليل انهم يصرفون الصك لمحلات الصيرفه وما يصرفون للموظفين والضحيه الموظف، هذا موضوع ايضا كبير. اكو شكاوى جاي توصل كثير حول المصارف عندنا بالعراق من ضمنها مصرف الرافدين، فهو ليش ما ينطي هو الرواتب؟ ليش هو معتمد على انه هو يعني ان بعض المحال الصيرفه هو ينطيها وينطيها المفروض هو بالعراق ينطيها بالدولار وتكون الخساره، يعني المواطن خاصه يعني محتاجين الى كل دينار، واحنا ناخذ معهم من 20 الى 90,000، هذا موضوع نتمنى متابعته بشكل جدي من قبل الجهات المعنيه. طيب نروح الى موضوع اخر، نروح الى السليمانيه، وموضوع ايضا مهم واعتقد مو بس السليمانيه تعاني من عنده، كثير من المدن هالسنه صار تلكؤ كبير في موضوع توزيع حصة الوقود من النفط الأبيض. بالسليمانية أيضا وصلت لنا شكوى عن هذا الموضوع لذلك تابعناه، يعني أكو ناس تتمنى أن يكون هناك توزيع يعني بأسرع وقت، كون الكهرباء يعني رجعت كسابق عهدها ليست جيدة وقطع متواصل، وتعرفون أنه يعني في السليمانية منطقة تعتبر من المدن الباردة جدا وبها نازحين، لذلك نتمنى يكون هناك تعاون وتوزيع الحصة من الوقود الأبيض اللي هو أو النفط الأبيض بأسرع وقت ممكن لجميع العوائل. نروح نشوف. هو بصراحة ما طلع هسه النظام، نظام البطائق، حتى البطائق بوقته ما يتوزع، الوكلاء لما يروح للمصلحه مال المبايعات، هل لحد الان اكو بايع لحد الان ما مستلم الورقه، وانت تشوف عنده اريد الاخ حتى يصور هذا الميوزه يستلم البطاقة مالته، نفط ماكو والرواتب ماكو، غصبا ما عليه، على مود العيشة مالته راح يبيع البطاقة لمن؟ للبايع أو الوكيل. للوكيل أو للتجار مالت النفط. أنا قبل 3 أيام خلص النفط ببيتي، راح اشتريته برميل ب 200,000. أطالب من حكومة الأقليم أنه يسارعون في توزيع النفط، لأنه توجد كثير من العوائل ما تمتلك إمكانية حتى تشتري النفط. بالنسبة لتأخير توزيع النفط بس هالسنة شوية تأخرت، سنوات السابقة كانوا ينطونا كل بيت ينطوه برميل قدام بيته ب40,000، بس هالسنه شويه تاخرت، بس مره واحده وزعوها على اساس يوزعون مره ثانيه، وهسه واصل يمكن الملبندي تشوار وبينج والبقيه يوزعون عليهم. اطلب من طبعا من سيادة المسؤولين بالنسبة للنفط، طبعا بوقت الشتاء النفط يتأخر، وناس بالنسبة للبوجة هم تأخر، فناس ما عنده فلوس يسوي يبيع الورقة مال النفط، وبالصيف يوزعون الناس بالصيف شو يسوي بالنفط؟ مفروض شو يسوي؟ يستخدم هيتر، يستخدم كذا، يستخدم الكهرباء هم مو شيء، لانه بس انتم بالبيت ايش تستخدمون؟ عندكم نفط ام تستخدمون صابات الكهرباء؟ والله عندنا بالنسبه احنا عندنا نفط، اكو بيوت ما عندها نفط يستخدم مواد كهربائيه، شو يسوي؟ لا ترى، لانه النفط ما يجي بوقت الشتاء ما يوزعون، يعني منطقه يوزعون بعدين ماكو، يقعدون فد شهر فد 20 يوم يلا يوزعون مرتلهم. والله النفط كلش ضروري للمنطقة مالتنا، لأن الدنيا باردة والناس فقراء، فإذا يوزعوه بش
للصيف احسن ما الناس تنتظر وهذه، وبعدين ما يحصلون على النفط. فاقترح ان يوزعوا بالصيف احسن من ان تتراكم على الناس. يعني احد المتحدثين قال مقترح جيد، انه هو ليش ما يتم توزيع النفط في الصيف حتى كل واحد ياخذ الحصة، وما يعني ما يتبهدل في الشتاء. هذه المشكلة، انه يمكن مرة احنا عرضنا مثل هكذا استطلاع انه ليش ما الناس تاخذ حصتها في الصيف. المشكلة انه الناس ايضا مهملة في هذا الجانب، لانه ما تحتاجها في الصيف، فما تروح يعني على ما تراجع الوكلاء حتى تروح تستلم حصتها يعني من النفط. هو تحتاج متابعة وتحتاج ايضا اهتمام من قبل المواطن. من يتم سن مثل هكذا موضوع اعتقد يعني او اتفاق يتم توزيعها في الصيف او انه في الشتاء على اسس معينه، لكن هي ازمه حاليا. تعرفون الوضع، يعني وضع البلد حاليا مرتبك امنيا في يعني للاسف في الكثير من المدن العراقيه، وبالتالي موضوع وصول النفط الى بعض المدن ايضا صعب، بالاضافه الى انه هذه المدن بها نازحين، والنازحين محتاجين ايضا الى موضوع النفط كون انه هم عايشين في كرفانات او خيم ما توصل لهم كهرباء، فمحتاجين للنفط. هي امور للاسف معقده، لكن تحتاج إلى القليل من الصبر والكثير من المتابعة والعناية حتى يتم إيصال كل هذه الأمور إلى يعني إلى إلى موضع أو مكان الكل يستطيع أن يحل مشاكله، سواء المواطن سواء المسؤول، بس هي تحتاج قليل من المتابعة والصبر.